مرحبا أصدقائي، أتمنى تكونوا بألف خير. معكم منى من قناة منى كورنر. بلوج اليوم زي ما شفت من العنوان رايحين على أكبر مسجد عندنا هنا في مقديشو، اللي هو اسمه مسجد علي جمعالي. طبعا المسجد هذا من زمان أنا كنت ناوي أروحه، بس سبحان الله كل شيء يعني في وقته دائما كان بيتأجل. زي ما انتم شايفين انا دحين ماشي في الطريق والطريق فاضي. عشان اقول لكم المسجد هذا عشان توصلوا له، هو المسجد يقع في حي اللي هو نمبر أفر بالقرب من المطار، والطريق هناك مقفل يعني مو اي سيارة تدخل، وممنوع يدخل التيك توك او البجاج. طبعا زي ما انتم شايفين فقط السيارات اللي معاها تصريح او سيارات ناس بيكونوا شغالين في الدولة هم اللي بيقدروا يوصلوا لداخل المسجد بالسيارة، لكن غير عن كذا وسائل النقل العادية ما يقدروا انهم يمروا. فعشان يشددوا الأمن فهم ما بيسمحوا لأي أحد بالمواصلات العادية، اللي يبغى يروح برجله يمشي عادي يقدر يوصل للمسجد. زي ما انتم شايفين احنا جينا برجلنا. هذه البوابة الأمامية للمسجد، احنا جينا طبعا بدري شوية، فالبوابة الأمامية كانت مغلقة فاضطرنا نلف ورا ندخل بوابة ثانية. بالنسبة للمسجد أعطيكم عنه شوية معلومات. تم تأسيسه في عام 2022 إذا ما خاب ظني. تم تأسيسه افتتاحه من قبل رجل أعمال الصومالي أحمد نور علي جمعالي، هو اللي قام ببناء المسجد. بناء المسجد أتكلف بما يقارب 12 مليون دولار. طبعا زي ما انتم شايفين المسجد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تم بناؤه على الطراز التركي العثماني، يعني طريقة البناء، الهندسة، بعض التفاصيل زي ما انتم شايفين حتى من برا باين سبحان الله، يعني جدا يعني آية في الجمال. طبعا هو يعتبر أكبر مسجد هنا عندنا في مقديشو. هذه برحة المسجد، دخلنا من البوابة الثانية. هذه برحة المسجد بإمكان السيارات اللي معاهم سيارات طبعا مصرحة، بإمكانهم إنهم يركنوا جوا في زي الباركن داخل المسجد. وزي ما انتم شايفين كمان في زي الكافي او مقهى شهير، هذا المقهى شهير عندنا هنا في الصومال اسمه بيدن، وكمان في مركز تسوق اللي هو بركة. زي ما انتم شايفين تقريبا زي حياة ماركت بس مصغر. المسجد زي ما انتم شايفين البناء حقه جدا مميز وفخم، مختلف تماما عن باقي المساجد هنا عندنا في مقديشو، وله برحة كبيرة. طبعا زي ما قلت المسجد له مواقف سيارات، ويتكون من ثلاث طوابق، الطابق الأرضي والطابق الثاني اللي بيصلوا فيه النساء أغلبه، الطابق الأخير أنا ما شفته كان مغلق وقتها. زي ما انتم شايفين زي في أماكن للتسوق أو مركز تسوق صغير. طبعا البرحة هذه اللي دخلنا فيها باحة المسجد وشفت العمال كيف قاعدين ينظفوا سبحان الله، فكرتني بالحرم في مكة لما كنت أروح أحيانا في النهار. اللي ما يعرف أنا كنت ساكنة في مكة وعشت فترة فيها طويلة سبحان الله. مدينة ما عشت فيها بس كنت أروح زيارات، لكن كنت عايشة في الحرم قريب من الحرم. فالبرحة هذه فكرتني وشفت العمال كيف ينظفوا، فكرتني رجعت لي الذكريات لما كنا نروح الحرم خاصة فترة النهار ما يكون في زحمة. فسبحان الله يعني مساجد الله يعني الله يرزقنا منها الأجر والثواب. زي ما قلت لكم المسجد مو فقط يعني مسوين لهم أماكن للتسوق، كمان عاملين زي أماكن للجلوس، يعني الناس مثلا يقدروا يجلسوا. المكان هذا اللي زي القبة لفت نظري، بناؤه كان جدا ملفت للنظر وغريب. لما دخلت عرفت إنه كان مثل مغاسل أو أماكن للوضوء.
هنا دخلنا لمصلى النساء. طبعا داخل المصلى ما قدرت اصور لانه كان في يعني حريم قاعدين يصلوا، لكن حبيت ناخذ لكم قبل ما ادخل زي المقاطع او تشوفوا كيف البناء من جوا. زي ما انتم شايفين الديكور او المبني على الطراز العثماني، سبحان الله، حتى الشبابيك، التفاصيل الصغيرة هذه، السقف، كل هذه الأشياء تفكرك بالمساجد اللي بنيت في العصر العثماني أو بنيت في أو موجودة في تركيا. طبعا المسجد زي ما قلت في طابق فوق، بس الطابق اللي فوق أنا ما قدرت أطلعه، فهذا الطابق الثاني اللي هو بيصلوا فيه النساء. طبعا سبحان الله أنا لقيته جدا أصغر من المصلى حق الرجال، مصلى الرجال جدا كبير لكن مصلى النساء كان صغير. جدير بالذكر انه في قسم الرجال في امكانية انه يقام مثل عقد قران او نكاح. في الانترنت شفت عقد قران تم في المسجد هذا نفسه. اتمنى الفلوج يكون عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس. اتمنى لكم التوفيق، مع السلامة.